ملاحظات أولية حول أعمال شاهين السينمائي. المرحلة الأولى لشاهين 1950، بابا أمين، أول فيلم ليوسف شاهين، تبدو ككوميديا اجتماعية، موظف قليل الوعي بأهمية المال، إلا أن التقنية الروائية التي استخدمت في السيناريو كانت عبارة عن أن روح أمين تخرج من جسده ويتحدث دون أن يسمعه أو يراه أحد من الأحياء، وهذا يذكرنا بشبح والد هاملت في الرواية الشكسبيرية. وهنا نلاحظ الآتي: ملحوظة واحد، ظاهرة الموت عند شاهين. تعامل شاهين مع ظاهرة الموت من خلال رؤية شكسبيرية عبرت عن رغبة أناس كثيرون في الاتصال بالموتى. فشكسبير واحد من كتاب عصر النهضة الرئيسيين الذين قاموا بدمج ثقافة متعلقة بالعصور الوسطى وأخرى بعصر النهضة. فقد دلل شكسبير على إحياء فكرة المطهر من العصور الوسطى بجعل الشبح يعود منه، فهو يقول على لسان شبح والد هاملت: قد حكم علي بأن أقضي زمنا ما في التجوال طوال الليل، وأن أحبس كي أتلظى بالنار، والصوم طوال نهاري حتى أتطهر مما ارتكبت من آثام وجرائم لا يمحوها غير عذاب الحريق. وهنا نلاحظ أن دور المطهر في العصور الوسطى والذي حكاه شكسبير كان الآتي: المطهر يحافظ على العلاقة بين المجتمع واستمراريته بين الحياة والموت. المطهر يقيم علاقة بين الأحياء والموتى. وربما نجد تحليلات الشبح عند شكسبير قائمة كأحد تحليلات: الشبح ككابوس ينضج بما في الماضي من أحداث، الشبح كاضطرابات نفسية شديدة، ربما يبدو الشبح عائدا من الجحيم هدفه تحويل هاملت للجنون، الشبح كحدس زائف. هكذا كان الشبح مخلوق مثير للجدل. وقد استخدم شاهين هذه التقنية الروائية في السينما عدد معني من المرات، فضلا عن تناوله للموت في شكل حاضر جدا، ونعتقد أن ذلك من تأثير هاملت عليه. في فيلم 11 سبتمبر، السرد السينمائي يتم من خلال أشباح الموتى، سواء موتى 11 سبتمبر أو الشهداء الفلسطينيين. هل كان شاهين يعتقد في تواصل ما بين الأحياء والأموات؟ اقرأ فانتازيا من وحي يوسف شاهين، سامية السعاتي، 132 ل 140، أدب ونقد، العدد 287، يوليو 2009. في فيلم سيدة القطار، ادعاء الموت من أجل بوليصة التأمين. وهنا نلاحظ ربط الموت بالمال الذي يرى النقاد أنه شكل مشكلة أساسية في عقد أفلام شاهين. فهنا ينبغي أن نشير لحضور الموت عند شاهين تأثرا بشبه هاملت. في جميلة الجزائرية، إعدام جميلة هو بداية لتحرير الجزائر، وهنا نرى فكرة الخلود الثقافي واضحة جدا عند شاهين. الاختيار، شخصية محمود لا تموت رغم موته أساسا، وتبدو من خلال تجسيد سيد لشبح محمود. اسكندرية ليه، وفاة فردي أخو يوسف في سن صغيرة، حدوتة مصرية، السرد السينمائي يتم من خلال شخص يصارع الموت في غرفة العمليات. الآخر، وفاة آدم وحنان بفعل المجتمع، هو وفاة روميو وجولييت لتخريد الحب. اسكندرية نيويورك، الخلود من خلال الابن. ملحوظة اتنين، أمانة الأب على أسرته. هذه الفكرة ستنبئ بالتزام شاهين الاشتراكي. ملحوظة 3، خصوصية الحركة في أفلام يوسف شاهين. الحركة المسرحية للممثلين والكاميرا حركة سريعة حرة لا تهدأ، هذا نابع من دراسة شاهين للمسرح والميزانسيه المسرحي في أمريكا، وهي سمة ستبدو عند شاهين وسيستعرضها في سكوت هنصور، حيث سيستخدم تقنية الحركة سحرية ماجيك، وهو يعد سكوت هنصور قمة نضوج البعد الحركي في أفلام يوسف شاهين. ملحوظة 4، الأبطال يظهرون في عكس الأكليشيهات المعطاة لهم في الأفلام السابقة. فكمال الشناوي فتى خجول متلعثم، وفاتن حمامة تغني وترقص، وسنلاحظ هذا في كل أعمال شاهين. فالممثل عند شاهين يمثل بطريقة شاهينية خاصة أيا كان أسلوبه في التمثيل، ويأخذ معنى جديد لا علاقة له بكل أدواره السابقة مع مخرجين آخرين، وذلك يجعل النقاد يقولون عن سينما شاهين سينما المخرج. ملحوظة 5، الاستعراض
الاستعراض الموسيقي الراقص في سينما شاهين، الميل للاستعراض الراقص، اشكي لمين، عايز كام حسب التسعيرة، وهو ما سيصاحب شاهين في كل اعماله، فهو يحب الرقص ويتذوق الموسيقى لاقصى حدود ذلك. 1951 ابن النيل، مقتبس من المسرحية الامريكية ليفر بوي، يناقش الفيلم حلم السفر للقاهرة، ويقول عنه شاهين: ابن النيل نبع من تذمري على الأحلام البرجوازية لعائلتي. ملحوظة 6، نلاحظ في هذا الفيلم حالة هوية واضحة، حيث يعود حميدة لقريته ويكتشف حبه لوطنه الحقيقي زبيدة، وهنا تظهر فكرة ما عن الهوية الأموية، فالوطن ليس بلد المنشأ بل حضن الأم الذي تتماهى فيه ذاتي وكينونتي وأناي لتصبح امتداد لجسد أكبر يرعى ويدعم ويردع ويدفئ، والأب هو مساحة الانفصال والغربة لتوريطي في العالم ودسي فيه وإدراك ذاتي كأنا مستقلة. الأب هو الذي نريد قتله لأنه يورطنا في أنا مختلفة عن ذات الأم، كل الأوطان مؤنثة وكل أنا مذكرة، والأم هي الحبيبة، هي زبيدة. ملحوظة 7، النزوع التسجيلي للأحداث الهامة لدى شاهين وكانت في هذا الفيلم هي الفيضان. 1952 فيلم المهرج الكبير، رجل غني من يوم وليلة، سنلاحظ الحركة والحيوية وأن السينما صورة قبل أي شيء، وستمتد ملاحظتنا عن الاستعراض إلى كونه موظف، ويعد الفيلم سخرية بشكل لاذع من الطبقة البرجوازية. ملحوظة 8، الرجل والمرأة في سينما شاهين، الرجل في أفلام شاهين ضعيف متردد ساذج وطيب نوعا ما، السلطة في فيلم الأرض كانت للزوجة وفي عودة الابن الضال أيضا، السيدة متسلطة وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة. 1952 سيدة القطار، 1953 نساء بلا رجال ويطرح فيه قضية الرجعية، 1954 صراع في الوادي، الفلاح والإقطاع. ملحوظة 9، الاهتمام بالعلم، العلم يزرع نوع من القصب ينافس قصب الباشا، نفس الهاجس في عودة الابن الضال. 1954 شيطان الصحراء، الفيلم قام شاهين بعمل مونتاجه، ويقول عنه أنه فيلم لنيازي مصطفى، ونجد فيه سلطة حاكم فاسد ومحاولة الانقلاب عليه. 1956 صراع في الميناء، عمال الشحن في ميناء الأسكندرية. 1956 ودعت حبك، 1957 أنت حبيبي. ظل شاهين مكسوف من هذين الفيلمين 30 سنة، ويقول عن سيناريو فيلم أنت حبيبي: واحد عايزين يجوزوه بيجري ويقول مش عاوز اتجوز، هكذا كان السيناريو. الا ان اغنيه ذلك الفيلم بين شاديه وفريد الاطرش ظلت من الاغاني الدراميه المبتكره التي تشابه عصر الاغنيه الكليب ذو الاثر الكوميدي. وهنا تبدأ المرحلة الثانية لشاهين مع فيلم باب الحديد 1958. شاهين ممثلا، شكل حلم التمثيل لدى شاهين أهم أحلام حياته. مريان خوري في أحد أعماله التي تتناول سيرة شاهين أسمت العمل شاهين هاملت المصري، وتناولت حلم شاهين بالتمثيل عندما رأى أحد الفنانين العالميين يؤدي هاملت على أحد المسارح المصرية، واعتقد أنه سيرث هذا الفنان ويكون يوما ما من أعظم من أدى شخصية هاملت في العالم. إلا أنه كان قناوي الأعرق وقاتل هن، كل منا أعرق بطريقته، هكذا يعتقد شاهين أن كل منا في أعماقه قناوي. لقد كان شاهين بهذا الفيلم من رواد السايكودراما الحقيقية، إذ كان البعض يعتقد أن المجانين في نعيم سايكودراما، وهو تيار سيتأصل به شاهين كثيرا، إذ أن البطل عند شاهين غالبا شخص متردد بين العقل والجنون، تنتابه حالات من الوعي يتكشف فيها على ما هو أعلى من الإدراك الإنساني المحدود والعام، فهناك دائما أشياء بين السماء والأرض يعجز العقل وحده على أن يفهمها. إن شاهين تعامل مع المجنون في إنسانية مفرطة، لعل دور قناوي في الباب الحديد يشكل الصدمة المصرية الموازية لما أحدثه كتاب تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي لميشيل فوكو، وهذا إن كنا لا نبالغ. مسرحية مصورة، باب الحديد فيلم يحتفي بمكان واحد يمثل نقطة عبور بين الهويات، بين الريف والحضر، بين القرية والمدينة بكل تعقيداتها ومركباتها،
وهو يتناول زمان محدود، ولا عجب في اعتبار الفيلم مسرحية مصورة، وخاصة أن وعي شاهين المسرحي كان أكاديميا بعكس وعيه السينمائي الذي كان موهبة. جوع قناوي للاحتياجات الجنسية والعاطفية هو جوع مشروع، فإذا تذكرنا الجوع العاطفي والجنسي تذكرنا جنون قناوي. حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن على الفيلم، فنرى الآن هيفاء وهبي تتمنى أن تكون هنوم القرن الواحد والعشرين. 1958 1958 جميرة الجزائرية. إعدام جميرة هو بداية لتحرير الجزائر. ملحوظة: يشكل هذا الفيلم علامة فارقة في الوعي الفرنكفوني لشاهين وإرهاص بالالتزام السياسي المبكر، فهو ليس إغراقا فرنكفونيا. فلهجة الفيلم كانت مصرية وليست حتى جزائرية، وليس شاهين المبدع الوحيد الذي تأثر بجميلة، فصلاح جاهين تأثر أيضا، بل كان من كان في هذا الجيل كل من كان في هذا الجيل تأثر بجميلة. 1959 حب إلى الأبد، 1960 بين إيدك، 1960 نداء العشاق، 1961 رجل في حياتي، 1963 الناصر صلاح الدين، 1965 بياع الخواتم، 1965 فجر يوم جديد، 1966 رمال من ذهب، 1967 عيد الميرون، 1970 الأرض، المرحلة الثالثة والهامة. أهل نجاح فيلم الأرض لشاهين أن يكون مسؤولا تماما عن أفلامه ابتداء من الاختيار، ولذلك يطالبنا شاهين باعتبار أفلامه نقديا من أول الاختيار. يعلن شاهين بسبب فيلم الاختيار ما هو آتي: مسؤوليته الكاملة عن الفيلم لأول مرة، بينما كنت فيما قبل مسؤول عن أفلامي بنسبة كبيرة، لقد اضطررت في بعض الأحيان إلى تقديم أعمال ما كان يجب أن أقدمها. 1971 الاختيار عن فكرة لنجيب محفوظ. سيد أم محمود: من منا لم يمر بأزمة اضطراب الهوية الشخصية؟ أزمة اضطراب الهوية الشخصية مرض نفسي، ومعظم الأمراض النفسية تظهر بصورة مخففة عبر أحد مراحل النمو للشخص السوي. هوية السيد هي هوية الإنسان الناجح في حياته باعتراف التقاليد الثبوتية والقوانين الوضعية والأعراف الإنسانية. هو الأستاذ المحترم سيد. أما هوية محمود هي هوية الإنسان المتصالح مع رغباته الشخصية وانفعالاته المتغيرة، الصادق والصريح لأقصى حد مع نفسه ومع الناس، يلبس بحرية، يتصرف ويعيش بحرية، لا يهتم كثيرا بالتقاليد والأعراف والقوانين. هو إما فاشل أو في نظر الناس فاشل وتافه ومنفلت. هو حودة من غير أستاذ ومن غير محترم. من قتل من؟ كل أصابع الاتهام تشير إلى أن القاتل هو محمود، حقدا على نجاح الأستاذ سيد ورغبة في زوجته. لكن القاتل الحقيقي هو سيد، لأنه أدرك أن الإنسان في نهاية الطريق لن يقابل إلا نفسه فقط، فلماذا لا يتصالح معها؟ هو الأكثر حقدا على محمود. صراع هووي يمر به كل إنسان، والفيلم دعوة لأن يعيش كل إنسان نفسه متصالحا معها، مخلصا لرغباته ونزواتها وهواجسها. فيلم يناقش أزمة الهوية الأخلاقية بردها لاختيار الفرد لا لاختيار المجتمع والقانون والوضعية. فيلم جريء جدا. 1972 سلوى، 1972 الناس والنيل، 1973 انطلاق، 1974 العصفور. بهية بتقول هنحارب. ها هو في فيلم العصفور يستنهض المصريين شعبا وحكومة لحرب استرداد الكرامة المصرية وتحرير سيناء. 1976 عودة الابن الضال. محمود المليجي او الجد الحشاش من انكسار الذات، علي او الاب الهارب إلى حيث تحقيق الذات، إبراهيم أو الحفيد الذي يريد الهروب إلى حيث التحقيق الفائق للذات، يتقاتلون على السلطة والمال، ذاتي وتحقيقها أم وطني وحبيبتي وأرضي. حتى في ظل السلطة الغاشمة الظالمة وسطوة النظم الفاشلة، أيهما أقرب للهوية؟ أحمد زويل، فاروق الباز، شاهين ذاته أكثر وطنية أم نجيب صلور وصلاح جاهين ونجيب محفوظ؟ أكثرهم وطنية في وجهة نظري مجاهد محسن
محسن عبد اللطيف الذي مات في حضن زوجته بعد يوم شاق قضاه في محاولة إنقاذ عربة البلة من مطاردة البلدية. ملحوظة مجاهد لديه ورقة جميلة يحتفظ بها ويطالب بدفنها معه، هي شهادة دكتوراه. يقول جلال أمين أن الطبقة الوسطى المهتمة بالتعليم والتي تريد التنمية ولا تمتلك السلطة لتحقيقها لم تتآكل بل تحولت إلى المشاريع الصغيرة والاستثمار الخاص، وهذا ينبئ بالأمل. ملحوظة شاهين في القاهرة منورة بأهلها يتراجع تماما عن الحلم الذي شكله، حلم الهجرة لتحقيق الذات. هو شاهين عرف يهاجر أصلا فيلم ذا شجون 1979 اسكندرية ليه، سيرة ذاتية رؤية موضوعية تمر خلال الذاتية للتاريخ المصري. الأب اسمه شكري وعاوزنا نكسبها، اليهود في مصر متجانسين 1982 حدوتة مصرية سيرة ذاتية، والأب اسمه قدري يجوز أخت شاهين، الذات تسعى للتخارج والتموضع في العالم الموضوعي عن سيرة يوسف إدريس 1985 الوداع بونابرت. هل أفلام شاهين تكرس عدم الانتماء؟ درس في فيكتوريا كوليج على يد أجانب، تعلم من الأمريكان والإيطاليين بحكم نشأته متهيئ للتبعية، أي في حالة نفسية واجتماعية وليدة الشعور بأن سمة هو كبرى تفصل المصريين عن المتقدمين في العالم. مصطفى درويش الصقور والحمائم في حملة بونابرت، مجلة الفنون العدد 26 القاهرة سبتمبر 1985 1986 أيوم السادس 1990 اسكندرية كمان وما كمان سيرة ذاتية، كلهم لازم يكونوا في الصورة، مناقشة أزمة السينما. القاهرة منورة بأهلها 1994 المهاجر سيرة ذاتية من منظور ضارب في عمق التاريخ 1997 المصير رد فعل للهجوم على المهاجر 1998 كلها خطأ 1999 الآخر روميو وجولييت المجتمع حيث الأنا والآخر دائما يقتلون الحب 2001 سكوت هنصور اكتشاف روبي والسينما كحالة جمالية سحرية 2004 اسكندرية نيويورك جينجر والابن اسكندر عيب صوته يعلى على صوت أبوه 2008 هي فوضى. هذه مسيرة أفلام يوسف شاهين.